No hay un anual, Lemur. Oh, another one. Lemur! You! Lemur! Lemur! مرحبا، احنا معاكم مرة تانية من مدغشقر، ورح نحكي لكم اليوم عن حيوان الليمور. الحيوان هذا الموجود فقط في جزيرة مدغشقر. الحيوانات الليمور الموجودة خارج مدغشقر هي أخذت لحدائق الحيوانات فقط. في حوالي 105 نوع من أنواع الليمور الموجودة في مدغشقر، تروح من الشمال للجنوب. في نوع منها ليلي، يعني بقوم بالليل وبصطاد بالليل وبأكل في الليل، وفي حيوانات نهارية. معظم اللي حتشوفوه في هذا الفيلم هو حيوانات نهارية اللي هي بتطلع بالليل. حنسوي جزء برضو ليلي وحنحط لكم إياه قريبا إن شاء الله. هذا الحيوان بنقسم إلى عائلتين مهمات: آكلة اللحوم اللي هو بأكل اللحوم والحشرات، وفي آكلة النباتات. معظم اللي حتشوفوه اليوم هم من آكلين النباتات، قليل اللي بتقدر تشوفوه من آكلين الحيوانات. العدو الأساسي لهذه الحيوان الليمور اللي هو حيوان الفوسا، وهذا الحيوان هو أشبه بالنمر الصغير أو القط الكبير، وموجود فقط برضو في مدغشقر. طبعا هذا من عجائب جزيرة مدغشقر. هنخليكم بعض الأفلام. هذا من الليمورز اللي عادة بتطلع في الليل، لكن وجدناه بالصدفة في الغابة وحبيت أصور لكم إياه. هذا من الليمورز اللي بشوفهم اليوم، للأسف أو الأسف الليمور عم بنقرض لأسباب عدة، منها الديفرستيشن أو قطع الأشجار في الفورست، فبتروح الأراضي اللي بيعيشوا فيها الأشجار، بالإضافة أن الناس كانت تأكلهم، وهلأ الناس كتير عم بتبيعهم عشان الفرو كمان، وفي أمور كثيرة طبعا تلعب دور في هذا الشيء. عم بيحاولوا يحموهم هون، فصار قانون منع أكلهم ومنع بيعهم وشرائهم. This is so cute. Take a picture, I'll take a video. Sweet potato. He likes sweet potato. Yeah, as I explained you, some of them eat something else, not only leaves, like vegetables. Give me a kiss. Hey, boy. Look. Oh. Are you dancing? Are you dancing? I got to. A video. Hi. Sabatwa. Hello. Oh. They protect themselves against birds of prey. Every day, many birds are spread. So one, two. Maybe the last one is with here. Oh, look, a baby lemur. Yes, babies. I'm taking triplets. And that one more. There. Now we can see the babies. The family. Yeah. Yes. Yeah, three of them.
يعني بك. Esperemos. See the color of them is different. For some species, the color for male and female can be different. It's rare, just for few species. The mongoose lemur female. في واحد غاد شوفوا نوعين من انواع الليمر. اوه نوعين ليمر يو